الله عليكم يا فندم. ان شاء الله النهارده بدايه فعاليات الاسبوع دي الخامس في جامعه سوهاج. احنا موجودين في كليه العلوم، المحاضره دي تحت رعايه كليه العلوم. محاضره بعنوان المهارات او مهارات العقل الفعال، وهيديها الدكتور محمد ورابي. يبقى مبدئيا البرزنتيشن سكيلز هي عباره عن مهارات العرض. العرض اي عرض، اي نوع من النولج، من الكلمات، الاساليب، الافكار. عشان كده حد عندنا من الادابي او الادبيه، اهلا بيكم. اعتقد اكثر ناس يحسوا بموضوع البرزنتيشن سكيلز المفروض ثيوريتيكالي يعني هم طلاب كليات العلوم الانسانيه. ليه؟ لانه هو كل ما يمتلك عباره عن ايدياز، افكار، والافكار محتاجه تترجم لشكل من الستيتمنتس اللي لازم تطلع للناس بالشكل ده. فانت مش هتعرف تشير بروجكت ولا يعني تتقاسم الافكار مع الناس ولا تعرف توصل لهم اللي عندك الا بالبرزنتيشن سكيلز. في حاجه كمان، اللي هو عشان تعمل برزنتيشن لازم يكون في عندك مهارة التواصل، تعرف تواصل مع ماما صح ولا لا.